أجمل ترحيب مشاهدينا لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا على شاشة التلفزيون الأردني بحلقتنا لليوم، حلقة السبت المميزة من برنامج يوم جديد. اليوم رح نتحدث عن اليوم المفتوح بالدايت. أكيد كتير في أشخاص اللي جربوا يتبعوا برنامج حمية غذائية ليخففوا من وزنهم، عرفوا أو سمعوا عن اليوم المفتوح بالدايت ويمكن جربوه أيضا، لكن اليوم حابين نتعرف على كافة تفاصيل هذا اليوم، لأنه يمكن في اعتقاد خاطئ أنه هذا اليوم بيكون مفتوح، فعلا مفتوح ويعني مسموح لك تأكل أي شيء، لكن أكيد في شروط، أكيد في إجراءات معينة لازم الشخص يتبعها. فاليوم معنا تمارا قلقيلي لنتعرف، أخصائية تغذية، لنتعرف على كافة تفاصيل هذا اليوم. أهلا وسهلا فيك تمارا. أهلا فيك سهد، كيف صباحك؟ منيح الحمد لله، وأنت؟ تمام الحمد لله. تمارا، احكي لنا بداية عن اليوم المفتوح، ما هو اليوم المفتوح في برنامج الحمية الغذائية؟ تمام، هلا اليوم المفتوح كثير مهم انه نحكي فيه، هو من المواضيع اللي بتصير عند بعض الاشخاص اللي بيتبعوا نظام غذائي عندهم سوء فهم لليوم المفتوح. نعم. بعضهم بيعتقدوا انه اليوم المفتوح هو يوم كامل انا بحق لي اكل فيه كل الاكل اللي انا مشتهيه كنت محرومه منه اثناء الدايت. نعم. وبعض الاشخاص بفكروا انه عارفين انه هو عباره عن وجبه واحده وممكن اخذها خلال اليوم، وبعض الاشخاص ممكن ما بيسمعوا عن اليوم المفتوح او خلال الدايت ما بيلجأوا انهم يعملوا اليوم المفتوح او انه يلتزموا بيوم مفتوح خلال الدايت. نعم. طيب فاليوم المفتوح يعني هو يوم بيكون لازم يعرف الشخص فيه انه هو رح يزيد عنده هذا اليوم معدل حرق، يعني هو يوم كثير منيح بنزول الوزن، يعني هو مش يوم اذا انا اتبعته بطريقه سليمه هذا اليوم بالعكس رح يكون شيء مفيد جدا، مفيد كثير إلي. نعم. بالنسبة للدايت، فهو رح يزيد معدل الحرق عندي، رح يعطيني مزاج وحالة نفسية جيدة عشان أكمل الأسبوع اللي بعده، نكمل الدايت بسلام. سلام. خلينا نتحدث عن أهم الإجراءات اللي لازم نتبعها بهذا اليوم. أكيد في إجراءات معينة وخطوات لازم تكون ناخدها بعين الاعتبار لكل شخص عم بيقوم ببرنامج الحمية الغذائية. اليوم المفتوح مش يوم يعني عشوائي وأنا بقدر أكل فيه كل اللي بدي، لا، في اجراءات لازم يتبعها الشخص اللي بيلتزم الدايت. هلا بالنسبه للاشخاص اللي بيلتزموا الحميه الغذائيه بوزن عادي، يعني وزنهم عادي بس عم ياخذوا عشان ثبات الوزن ما يزيدوا او ينقصوا، هذا ممكن يكون وجبه واحده خلال اليوم. مثلا اذا عندهم مثلا دائما بيلجأوا لليوم المفتوح لما يكون عندهم مناسبه معينه او عندهم مثلا اجتماع معين مع اصحابهم او اصدقائهم، فهم بيروحوا على اليوم المفتوح انه هذا اليوم انا عندي مثلا فيات مناسبه فباخذ هذا اليوم المفتوح بهذه المناسبه، او كل اخر الاسبوع بالعطله بيكون هو يوم المفتوح. للاشخاص اللي بيلجأوا يعني بيعملوا الدايت أو الحمية الغذائية بثبات وزن، يعني ما بدهم ينقصوا كتير بس بدهم يحافظوا على وزنهم، هدول ممكن ياخذوا مثلا وجبة الغداء أو العشاء فيها إنها تكون هي الوجبة مثلا اللي ياكلوا فيه الإشي اللي حابينه. بس بالنسبة للأشخاص اللي عندهم بتكون عندهم نقللهم السعرات الحرارية عشان ينقصوا وزنهم، يعني اللي هم وزنهم عالي ولازم نقص لهم وزنهم، هدول ممكن حسب مراجعة مع أخصائي التغذية إذا مثلا اتبع أول أسبوعين نظام غذائي سليم تمام اللي هو ياكل من اكل البيت. نعم. اول ما يجي مثلا عندنا الزبون مثلا انه بده يعمل حميه غذائيه وبده ينقص وزنه بشكل كبير، يعني هو كثير من الاوزان العاليه، بنعمل له اول شيء اول اسبوعين عشان يتعود على الدايت وما يحسه كثير غريب من اكل البيت. الاسبوع الثالث نبدا نرفع له نسبه البروتين اكثر. اوكي، بعد البروتين مهم جدا، بروتين كثير مهم جدا. بعد الاسبوع الثالث لهدول الاشخاص بنعمل اليوم المفتوح. نعم. يعني بعد مرور 3 أسابيع للأشخاص الأوزان العالية باليوم المفتوح، وهذا اليوم بيكون فياته إنه ما بيفطروا للأشخاص هدول عندهم أوزان عالية بعد رجيم عالي البروتين. ما يفطروا بعدين يعملوا ساعة تمرين رياضي قاسي. هذا التمرين رح يخلي الجلايكوجين عندنا في الكبد انه يعني يستنزف. نعم. او يقل نتيجه للتمرين الرياضي، فهذا رح يحفز عندنا بالجسم جلوت 4 وجلوت 12 بالعضلات. هلا عشان نستفيد من الوجبه المفتوحه. نعم. بهذا الفتره بعد التمرين القاسي لازم ياكل، يشرب مية كثير بعدين ياكل. هلا ليش لازم ياكل؟ ياكل وجبه غنيه بالكربوهيدرات.
ما بيأثر عليه انه هو في ساعات الصباح الباكرة ما اخذ وجبة الفطور، هو مثلا مشغول وعنده شغل وفي طاقة لازم يعني يستثمرها ويشتغل عليها، صح. لازم يفطر بتخيل ولا كيف؟ صح، هلا هو اسمه يوم مفتوح وممكن يكون يوم غير اعتيادي، يعني ممكن شوي في تغييرات، وانا عم بحكي عن الاشخاص اللي بيكون وزنهم عالي وقبل بفتره وضعهم عملوا حرج شوي وقبل بفتره عملوا الدايت العالي البروتين وبدهم يوم مفتوح بعد هذا الدايت، بيعملوا بتجنبوا الفطور، بيعملوا تمرين قاسي لمده ساعه، بعد التمرين بيشربوا كميه منيحه من المي، هذا الشيء بيخلي يستنزف الجلايكوجين عندنا في الكبد، بفعل جلوت 4 وجلوت 12 في العضلات، فبالتالي بتصير العضلات فارغة من الجليكوز، ما فيها جليكوز، فهي بتصير معطشة إنها بدها جليكوز كتير. فلما تأخذي أنت بعد هذا التمرين القاسي وجبة غنية بالكربوهيدرات، أنا بصير كل الكربوهيدرات أو الجليكوز ما أخذته من الوجبة الغنية بالكربوهيدرات بدل ما يروح على الخلايا الدهنية، وين بروح؟ على العضل، عشان العضل بيكون متعطش للجليكوز فبصير في حالة إشباع. جميل جدا. إشباع وما بيتخزن على شكل دهون، فبنتجنب زيادة الوزن بهذا اليوم. ممتاز. طيب تمارا، لو نتحدث شوي عن نوعية الأطعمة والوجبات الغذائية اللي فينا ناكلها في هذا اليوم المفتوح، مع عرض بعض الصور اللي حضرتي لنا إياهم لنتحدث عنها. أكيد. هلا نوعية الأغذية، أهم شيء ركز على الكربوهيدرات والبروتين. تمام. الأكل اللي بحبه هو، أنا طبعا الصور اللي عرضتها ما رح أعرض الأكل الصحي. جبت أنا بعض الصور عن الأكل الجانك فود البرجر، ونشوف كيف بيتغير. تمام. أول صورة هي هذا الأكل السريع، خلينا نقول الجانك فود. جانك فود. إذا هو حابب يأكل، طبعا اليوم مفتوح أنا مشتهية أكل حبيته، فأغلب الناس تتجه للجانك فود تأكل الأكل لأنه بتكون محرومة منه. محرومة فعليا. فخلينا مثلا نقارن، عندنا أول واحدة اللي هي برجر اللحمة مشوي. نعم، برجر اللحمة المشوي بدون طبعا لا جبنة ولا الصلصة، عادي خبزة والبرجر والخضار اللي فيها، فيها 225 سعرة حرارية. نعم. في الصورة الثانية الفرق بينها، عندنا البرجر بس بيكون مقلي، بنلاحظ انه في 310 كالوري من مشوي لمقلي، قد اختلف، بس نفس المكونات خضرة وخبز بدون اي صلصة او جبنة. في عنا الصورة الثالثة، اذا انا حابب اخذ، في ناس بياخذوا الدبل دبل اذا هو حابب ياخذ الدبل بدون طبعا جبنة او صلصة، فيها 520 كالوري. ممتاز. نعم. تمام. في عنا اذا هو بده ياخذ، هلا عندنا سندويشه هاي فيها هاي اللي هو فيها جبنه، نعم اللي هو حاببها الجبنه فيها الصلصه وفيها اللحمه، فيها 835 سعره حراريه. شوفي قد ايه الفرق. فمن هون انا نقطه مهمه، انت مو محروم تاكل هذا الاكل، بس حتى وانت بهذا اليوم دقيق باختيار محتويات السندويشه. نعم، كثير دقيق ان تكون كمية، نوعية، طريقة الطبخ. صحيح، صحيح. تأكل اللي بدك إياه بس بكمية معتدلة وبحذر شديد. نحن أخذنا بس مثال البرجر، بس ممكن برجر يكون في أمثلة عديدة في مختلفة. في كثير أمثلة، مثلاً إذا بدي أكل منسف باليوم المفتوح، شو رأيك؟ منسف طبعاً. هلأ المنسف إذا نعمل بطريقة لطريقة بتختلف. نعم. والجميد كمان بيختلف، يعني اللبن الجميد المخيض يعني هو من السعرات مو كتير عالية. صح. تعتبر، بس هو اللحمة، طبيعة اللحمة المحطوطة هي عالية الدهون، طبيعة مثلا مع خبز الرز كمان معلقة بدك تاكلي هذا كله. فبنحكي نحن صحن المنسف إذا كان معمول على أصوله وجميد وسمنة بلدي بده 700 كالوري، كيلو كالوري. نعم. تمارا، لو نتحدث شوي عن فوائد هذا اليوم، يعني بعيدا عن كسر الروتين، أكيد في فوائد عديدة إلى هذا الموضوع، تحكي لنا عنه. هذا اليوم كتير مهم، يعني للأشخاص اللي بيعملوا دايت مهم في بعض الأحيان إنه نعمل لهم يوم مفتوح لكسر الروتين. تمام. نعم. هذا اليوم بيعمل على زيادة حرق الدهون عندهم أكثر. نعم. عن طريق إنه خلالهم ما يكونوا عاملين ملتزمين ببرنامج غذائي لمدة معينة، بصير عندهم هرمون الليبتين الموجود في بكمية عالية بالأنسجة الدهنية، بصير له خمول لأنه نفس الكمية عم بينفرز على نفس السعرات الغذائية اللي باخذها يومي. طب أنا كيف بدي أعمل صدمة للجسم إنه يزيد حرق الدهون؟ بدي أعطيه وجبة غنية مثلا بالكربوهيدرات والبروتين، أوكي، عشان يرفع عندي هرمون الليبتين
بشكل أكبر ممتاز. في الأنسجة الدهنية نعم. عشان يحرق الدهون أكثر ويزيد معدلات الأيض في الجسم. رائع. طيب ختاما للقائنا اليوم نتحدث شوي عن التأثيرات الجانبية، هل هناك خطورة من هذا اليوم وممكن أنه يخرب البرنامج كامل اللي هو قاعد عم بيشتغل عليه من أشهر؟ وبدي منك نصيحة أخيرة لكل المشاهدين في اتباع هذا اليوم بالطريقة المثالية. هل الآثار السلبية لهذا اليوم هي بتعتمد على الشخص كيف هو بيتعامل مع هذا اليوم. يعني إذا هو عارف حاطط بباله أنه هذا اليوم أنا يوم بدي أخلي فيه وزني طبيعي، بدي أكون هو لأزيد معدلات الحرق عندي عشان أستفيد منها للأسبوع اللي بعده، بدي أكل اللي بدي إياه باعتدال وبكمية مناسبة، بتكون أموره تمام. وإذا يعني اتجه لوجبة واحدة باليوم، ما خلى كل اليوم مفتوح بالأكل اللي فياته دهنيات عالية، يركز على النشويات والبروتين لأنه هي بترفع معدل الحرق، وأما الدهون المشبع هي بتقلل عمليات الأيض في الجسم. كمان يركز على الأغذية الغنية بفيتامين سي، بتزيد معدلات كمان الحرق. كمان الدهون الغير مشبعة ياكل مثلا المكسرات طبعا، بس ما تكون محمصة، تكون ني طازة مهمة جدا. تمام. ويشرب كميات كبيرة من أكيد المي. المي لكل الأشخاص مهمة جدا. يعني أهم إشي كمان ما يقيس وزنه بعد هذا اليوم. هاي أهم نصيحة. كل شكر لك تمارا، استمتعنا جدا بوجودك معنا اليوم، معلومات قيمة جدا حول اليوم المفتوح في برنامج الحمية الغذائية. كل الشكر، نتمنى لك المزيد من التوفيق في هذا المجال.